السلام عليكم. المحاضرة النهاردة على CMOS Process Integration، يعني ازاي استخدم الستيبس اللي احنا درسناها في المحاضرات اللي فاتت للبروسيس ستيبس، ازاي احطهم بترتيب معين وازاي استغلهم علشان نعمل conventional CMOS circuit. بولي طبعا بولي جيت وكل حاجة، يعني لسه مفيش هاي كي ولا حاجة، نتكلم على الحاجات اللي هي conventional. هو ده الكروس سيكشن، ده يمكن يكون اتكلمنا عليه قبل كده، كروس سيكشن بتاع التكنولوجي. يعني اللي تحت ده احنا بنسميه الفرونت اند، اللي هو انكلودينج طبعا الترانزستورز نفسها، ال N وال P channel، و لغاية أول لير. هنا أول لير قبل الميتال واحد، ده الميتال واحد، ده ميتال اتنين، ميتال تلاتة، ميتال أربعة كمثال. فالحتة اللي في الأول دي كلها احنا بنسميه الفرونت إند، واللي فوق ده كله بنسميه الباك إند. فرونت إند وباك إند، يعني الباك إند هي الانتر كونكتس من أول بقى ميتال واحد وانت طالع. الفرونت إند هي الترانزستور، دي طبعا مور كريتيكال عن الميتاليزيشن والانتركونكتس. طيب ايه اللي احنا عندنا هنا؟ عندنا بي سبستريت، بي سبستريت whatever، ممكن تكون ان، انا مثلا انا واخدين بي، فهتعمل طبعا ان ويل، هتعمل حاجه اسمها الان ويل هنا عشان تحط جواها البي موس ترانزستور، وكمان هنعمل حاجه اسمها البي ويل، يعني مش هستخدم السبستريت اللي هي اوريدي بي، لا هعمل لها ويل مخصوص هنسميه البي ويل عشان نعمل جواه الان موس ترانزستورز. فطبعا يعني ليه عملنا حاجه زي كده؟ بنعملها طبعا باي بتاكسي، او هنشوف دلوقتي هي بتاكسي، اما نعمل دوبينج وات ايفر، بحيث يبقى عندي الدوبينج اللي انا عايزه. يعني البي هنا هتختلف عن البي هنا، لان قد تكون هذه الدوبينج ليفل ما هوش مناسب للفابريكيشن ستيبس بتاعتي او للترانزستور كاركترستكس اللي انا عايز احصل عليها في الاخر، لان السبستريتس دي بتتباع بسيرتين ايه بريفيرد نمبرز للكوندكتيفيتي بتاعتهم او للدوبينج ليفل. يعني اقول لك 1 سنتيمتر 1 اوم سنتيمتر 2 بتاع ده 2 اوم موجوده 5 وهكذا 10 اوم سنتيمتر، وفي 0.1 اوم سنتيمتر، ما ده هي فيري هاي دوب. فممكن قوي الليفل ده ما يكونش مناسب للعمل الويل والعمل الترانزستور، فبنحط احنا انذر ويل والدوبنج اللي احنا عايزينه علشان نقدر نادجست الكاركتريستكس بتاع الترانزستور يبقوا سيمتريك بقدر الامكان. طيب احنا فرونت اند هنا او ترانزستور شايفين فيه ايه؟ شايفين طبعا الجيت تحته هنا للشانل، ان بتوين الجيت اوكسايد اللي هو السين اوكسايد، بعد كده الازرق الغامق ده او الاخضر ده عباره عن الفيلد اوكسايد، تمام، هو قلنا خارج الاكتيف اريا دايما يبقى عندك حاجه اسمها الفيلد اوكسايد. وفي حاجه هنشوفها دلوقتي اللي هو بنسميها سايد وول، الحته الصغيره دي ده عباره عن فيرتيكال اوكسايد مش هوريزونتال اوكسايد، اوكسايد او نيترايد بيبقى فيرتيكال لحدود معينه. طبعا هنشوف السبب ايه. سببه ان انا احط تحته هنا حاجة اسمها شالو جانكشن، بعد كده ما اجي اعمل ديب جانكشن اللي هي دي، اوكي، هيبقى السايد وول اوكسايد ده عامل بروتكشن اجينست الدوبينج او الايون امبلانتيشن، بحيث نفضل محتفظين هنا في حاجة اسمها شالو جانكشن. شالو جانكشن ليه؟ عشان تبقى شالو في الدبس، وبالتالي تبقى شالو في اللاترال دايركشن، وبالتالي ما تعملش اوفرلاب كبير مع الايه مع الجيت. دكتور ايوه
هو دوت هو الجيت سبيسر ولا الجيت سبيسر دوت حاجة تانية؟ ماشي، ساعات بنسميه سبيسر وساعات بنسميه السايد وول، هو السبيسر. انا كنت خدت حاجة تانية اللي هو بيبقى معمول اصلا علشان ما يحصلش، يعني ما يبقاش فيه شورت سيركت ما بين الجيت وما بين السيليكون، ما بين الدرين والسورس يعني. فهو ده الحاجة ماشي، زي كده ولا يعني بس عشان يغطي الشالو؟ هو بيقوم بالعملية دي لما تيجي تعمل السوليسيديشن، زي ما اتكلمنا قبل كده وهنتكلم تاني دلوقتي. تمام. لما تيجي تعمل السوليسيديشن عشان تعمل جود كونتاكت على الجيت وعلى الدرين، فهو بيبقى ما فيش سيليسات بيحصل على الأوكسايد ده، فهو بيعمل لك يمنع الشورت سيركت اللي هي بين الميتال اللي هنا والميتال اللي هنا. هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. إنما أساسا هو معمول ليه؟ معمول علشان تحتفظ بهذه اللو دوبت جانكشن او الشالو جانكشن، وهنتكلم عليها برضه بالتفصيل. انا بس بنحاول يعني نشرح المنظر اللي احنا شايفينه ده. نفس الحكايه طبعا بالنسبه للبيموس. فالجانكشن فيها جزئين، جزء ديب وجزء شالو. اوكي، هقول لك ليه طبعا دلوقتي. طيب، غير بقى كده، غير التو اكتيف اليمنتس دول اللي هم ترانزستورز، في باسيفز. الباسيفز دي ممكن تكون بولي كاباستور اهو، ده تو بولي لايرز هنا وفي بينهم دايركتريك كونستانت عالي عشان تعمل كاباستنس. ممكن يبقى عندك بولي ريزيستنس، يعني بولي لاير كده ليها هاي ريزيستيفيتي هاي شيت ريزيستنس عشان تقدر تعمل مقاومات عاليه شويه في مساحه قليله. هي عباره عن موديول بيتضاف، وده موديول بيتضاف. في هنا الـ MIM كاباستور اللي هو الميتال انسوليتور، ما هوش اوكسايد، بيبقى انسوليتور هاي كي ميتال انسوليتور ميتال كاباستنس، وده هو فيري ايديال بالنسبة للـ very high frequency للـ RF. الـ RF frequency بنستخدم الـ MIM، لا MIM low frequency او الديجيتال ممكن استخدم البولي PIP بولي انسوليتور بولي. في الميتال لير المختلفه اللي قلنا عليها، ميتال 1 ميتال 2 ميتال 3 وهكذا. طبعا احنا هنا شايفين حاجه اسمها الكونتاكت اللي تحت دول، وبعد كده اسمها فايرز. الاثنين حاجه واحده، بيعملوا كونتاكت بين لير واللير اللي تحتيها. بس عاده بنقول كلمه كونتاكت للفيرست لاير مع السيمي كوندكتور. بين اي ميتال وميتال، ميتال وميتال، بين اي تو ايكوال لايرز بنسميها فايرز. انما هي الهدف بتاعهم زي سين، في حاجه اسمها فايا وفي حاجه اسمها كونتاكت. الميتال لايرز ممكن تبقى توصل لغايه 9 او تيفر. طبعا بين كل ميتال لاير واللي تحتيها في انتر ميتاليك لاير او انتر دايركتريك لاير او انتر لاير دايركتريك او تيفر، عشان يفصل لك كل واحد على التاني، الا لو انت عايز تعمل بينهم شورت عن طريق الفايا، لكن هم اصلا مفصولين عن طريق دايركتريك لاير. في كذا دايركتريك لاير طبعا. اخر ميتال لاير دي بتبقى ثيك انف، عاده بتبقى اسمها ثيك ميتال لاير، وقلنا دي عشان تعمل بيها الار اف كويلز في شكل سبايرال. هتبقى ثيك عشان تبقى مقاومتها ايه، واطيه، وتبقى عاليه عشان تبقى بعيده عن السبستريت، وبالتالي ما تعملش اي كابلنج مع الكوندكتنج لاير تحت دي، وتعمل ايدي كارنس وتعمل لوسز وتقلل الكواليتي فاكتور. ادي عاده بنستخدمها يا اما فور باور سبلاي ديستريبيوشن، لان الباور طبعا اللي هو بيغذي الشيب كلها هي بتاخد هايست كارنت، فعشان نقلل الالكترو مايجريشن افكت فبنعملها ثيك انف علشان ما يحصلهاش اوفر هيتنج يعني. اوكي، واخر حاجه هنا بنسميها الباسيفيشن. دي حاجه اسمها الباسيفيشن لاير، دي ممكن تبقى اوكسايد وممكن تبقى نايترايت، غالبا نايترايت. يعني ايه باسيفيشن؟ يعني بتردم بقى كل حاجه بلاير كده تعزلك عن الانفايرومنت اللي حواليك، عشان ما فيش اي بقى رطوبه اي اتربه اي واتيفر توصل للتشيب بتاعتك، فبتعزلها. لو عايز طبعا توصل للميتال لير الاخيره دي لاي سبب عشان تحط سبلاي ولا اي حاجه، فبتعمل ايه؟ بتعمل اوبننج بويندو، بتعمل ماسك، يعني نسميه باسيفيشن ماسك، بتفتح بيه فتحات في الاماكن اللي انت عايز توصل فيها تعمل في ويندو هنا كده مثلا، وبعدين بقى نحط
ميتال ونوصل للباد بتاعتنا الى اخره. ده تيبيكال يعني هو الاستراكشر اللي موجود. اللي احنا بنقول عليه الكور ديزاين هو التو سي موس ترانزستورز دول والباك اند طبعا. بعد كده اي حاجه هتضيفها بنسميها اديشنال موديول، كل واحده ليها السعر بتاعها. في حاجات هاي بيرفورمانس زي الام اي ام، وفي حاجات لوور بيرفورمانس زي البي اي بي والمقاومه لو عايزها. طبعا ما بنحتاجهاش كتير في الديجيتال، لما في الانالوج ممكن نحتاج مقاومات. فدي بتبقى موديولز بنضيفها على التكنولوجي، ويبقى في كده في الشويس بتاع التكنولوجي يبقى في الاوبشنز اللي هي عايز تضيف هذه الموديول او لا. وده شكل يعني مفصل للفرونت اند اهو، اللي قلنا لغايه اول ميتال لاير هتبقى موجوده بعد كده هنا. دي اول ميتال لاير ام 1 عشان تعمل بيها كونتاكت على الدرين على السورس على الجيت وتفر. وبرضه هنا شايفين التو ويلز، وشايفين السبستريت تحت عباره عن بي بلس كمثال، وعمل فوقها اي بي تاكسي. التاكسي طبعا ده ممتد لغايه فوق هنا، كل ده اي بي تاكسي لاير عملها بي يعني اقل في الدوبينج عشان يغير الدوبينج بتاع السبستريت. هو راح جاب سبستريت بي بلس، بي بلس طبعا كويس عشان ما يسمى اللاتش اب، بيقللها في الديجيتال سيركتس. انما عيبه لو انت يعني طبعا لو دي هي بي بلس، سي ان دي بي بلس وعايز تعمل هنا ان موس، هيبقى صعب ان انا ان ويل هيبقى صعب ان انا انفيرت البي بلس الى ان، اوكي، لانه هو هايلي دوبت اصلا. فابسط حل ان انا اعمل فوقه لو دوبت بي او بي ماينس لاير بالابيتاكسي، وبعدين جواه هيبقى سهل بقى ان انا اعمل الان ويل بتاعي عشان او كونفيرت او اوفر كومبنسيت البي ماينس دي واحولها الى ان، تبقى عمليه سهله. انما عشان احول البي بلس الى ان تبقى اصعب. فده احد الاحتياجات للابيتاكسي لاير. اوكي طيب، فانت الابيتاكسي لاير دي اذا الهدف منها انك تحاول تعمل الان ويل بطريقه مناسبه، لان ويل هيبقى فيه جواها البي شانل ترانزستور. طيب ده البي، ده اللي هو الان ويل. البي ويل البنفسجي ده البي ويل ده هو عملناه عشان نعمل جواه الان شانل ترانزستور، ودي الدوبينج بتاعه. يعني البي هنا برضو ممكن يبقى يختلف عن البي هنا، بي 1 بي 2 سوري بي 2 واللي تحت ده مثلا خالص بي 3، كلهم ديفرنت، كل واحد دي هدف معين. ليه الويل ده مختلف؟ علشان برضو تقدر تظبط الثريشولد فولت بتاع الترانزستور والان شانل، ده محتاج باك جراوند دوبينج ليفل معين. طيب ايه بقى اللي احنا شايفينه هنا؟ شايفين ايزوليشن عن طريق اللوكال اوكسيديشن اوف سيليكون، هي دي ممكن تبقى ترنش. طبعا هو اللي مرسوم هنا ترنش، ليه؟ واضح منين؟ واضح انه السايد وول دي هي فيرتيكالز، ممكن تعمل ترنش او لوكال اوكسيديشن. قلنا اللوكال اوكسيديشن بيستخدم يمكن في التكنولوجيز القديمه شويه، من 90 نانو وانت نازل كده بنعمل حاجه اسمها ترنش ايزوليشن. الترنش ده اولا هيعزل لك، لو بصينا مثلا هنا على الشمال خالص ففي ترنش الاخضر ده، ده هيعزل لك الترانزستور ده عن اللي جنبه. اهو في ترنش اهو في النص هنا اللي هو ده، اوكي، ده عازل التو ترانزستورز عن بعضيها وهكذا. اوكي ده ترنش ايزوليشن. اللي فوق ده هو الفيلد اوكسايد اللي هو سميناه الفيلد اوكسايد فوكس، وبرفع الاكسيد شويه واقدر احط مثلا بولي، ده بولي اللون بتاعه زي اللون بتاع الجيت، زي اللون بتاع الجيت هنا. فده بولي لاير احطها كده، اعمل بيها مثلا لوكال انتر كونكتس او اعمل بيها ريزيستنس او غيره. فمحتاجين اذا الايزوليشن ماتيريال هنا عشان تعمل يا اما عزل بين ترانزستور والتاني، او عشان تعمل انتر لاير دايلكتريكس اللي قلنا عليها اللي هي بعد كده.
هو ده، شوف ده اول واحد الاصفر ده هو دايلكتريك طبعا، بس هو بنسميه بري ميتال دايلكتريك، يعني قبل ما تحط الميتاليزيشن اول واحد. وده دي خواص لازم يكون مش بريتل قوي، لازم يكون لين شويه وسهل تشكيله وسهل ان انا اعمل له بلانرايزيشن زي ما احنا شايفين كده، بلان سيرفيس عن طريق اس ام بي كيميكال ميكانيكال بوليشن. فبنعمله في حاجه اسمها تيوس، كنا برضو اتكلمنا عليها زمان. طيب محتاج بروسس تانية ايه؟ محتاج تعمل دوبينج يعني اعمل امبلانتيشن، محتاج تعمل الويلز دي محتاجه دوبينج، محتاج تعمل السورس والدرين، اوكي كل ده محتاج دوبينج طبعا. محتاج تأجست سريشول الفولت برضو، لان في الاخر انا ممكن اعرف انا محتاج باك جراوند دوبينج قد ايه في البلك بتاع الترانزستور عشان اجيب سريشول معين، يعني يعملوه اكسبيرمنتال يعملوه باي سيموليشن ويتاكد ان هو عايز يأجست السريشول بتاعه عن طريق دوبينج قد ايه، زي ما تقول يعني فاين ادجستمنت. يعني البي 1 دي اللي كان اختارها في الاول دي عشان تعمل جروس ادجستمنت للسريشول، عشان تعمل فاين ادجستمنت محتاج تعمل دوبينج هنا تحت الشانل على طول، فده هيبقى الدايركت باك جراوند بتاع الشانل. في حاجه اسمها شانل ستوبر هنتكلم عليها دلوقتي، هو من الشكل هنا لو انت حصل ان في مثلا لأي سبب كان في فولت كبير عند النقطة دي اللي هي واصلة بالبولي ده، بولي العريس اللي سايد لون اسود، فايه اللي هيحصل لو في هنا هو فولت عالي؟ وطبعا هنا ما ده ان شانل، انا بحط فولت هنا بص في جيت عشان اعمل انفيرجن واجيب الالكتروس بتاعتي هنا، اوكي ده هول بي اعمل له انفيرجن واجيب الكترونز عند الشانل. ممكن نفس الحكايه تحصل هنا، ممكن لو بس احط فولت عالي، فولت عالي قوي يعني، فممكن قوي يعمل لي بارازيتيك انفيرجن في الحته اللي تحت دي، اوكي ده يعمل لي نوع من الكوندكتيفيتي بين خلي بالك اللي جنبك ده ايه، ده ان ويل على اليمين ده انول، وهتحط هنا ان تشانل بس ان بارازيتيك تشانل، انت كأنك بتوصل الان بلس دي بالانول بتاع الترانزستور اللي جنبينا، مشكله كبيره طبعا. فده زمان حاجه زي كده، فدي بنسميها تشانل ستوبر، تحط دوبينج عالي هنا في الحته دي علشان من الصعب برضو ان انا اعمل له انفيرجن. الحته دي اليمين اللي هي تحت الترينش او تحت الفيلد اوكسايد، فدي هي استخدامات الايون امبلانتيشن. محتاج اوكسيديشن ثيرمال طبعا عشان تعمل الجيت، الجيت اللي هو الفيري سين اللي هو السين اوكسايد ده بيتعمل ثيرمالي عشان يبقى فيري هاي كواليتي وتعمل دراي اوكسيديشن، في حين لو في فيلد اوكسايد هنا عندك ممكن تعمله ويت اوكسيديشن، لان الفيلد اوكسايد يعني هو مجرد مادة عازلة لكن مش لازم يبقى فيري هاي كواليتي زي الجيت اوكسايد. طيب محتاجين البولي لير طبعا، فالبولي ده بيتعمل باي سي في دي او مش ايبيتاكسل، وانا ممكن هو سي في دي زي اللي تحت دي، تحت دي ايبيتاكسل بس دي سي في دي برضه بس ايبيتاكسل، يعني سنجل كريستال اوفر سنجل كريستال، انما البولي دي عملناها باي سي في دي علشان تعمل البولي جيت طبعا اوفر امورفس اوكسايد، ف كان مستحيل ان هو يطلع كريستالين بولي جيت. عايز تعمل الانسوليتور بين، عايز تعمل البولي بتاع الكاباستور اللي هم كنا شفناه في السلايد اللي فات، بولي انسوليتور بولي كاب كاباستانس. عايز تعمل هاي ريزيستيفيتي بولي عشان تعمل مقاومات، كل دي محتاج فيها الديبوزيشن باي سي في دي والدوبينج المختلفه علشان تعمل ديفرنت بولي لايرز. سي في دي برضو محتاجة فين؟ محتاجة تحت هنا في الدايلكتريك ديبوزيشن، هستعمل ديبوزيشن للدايلكتريك الأصفر ده أو اللي فوق اللي هو كان بين كل ميتال وميتال لير انتر لير دايلكتريك. لو كنت عايز تعمل كاباستنس قلنا في الـ MIM بالذات بنحط ده هاي كي دايلكتريك، فهنا تحتاج الـ سي في دي، كل ده سي في دي. الميتاليزيشن ممكن يعمل باي بي في دي
فيزيكال بيبر ديبوزيشن، وممكن تعمل بلاجز بالنسبه للتنجستن. احنا قلنا اول كونتاكس هنا بنعمله تنجستن دبليو تنجستن بلاجز اللي هو في اول لاير، عشان دي بتبقى يعني انرت ما تتفاعلش مع السيليكون اللي تحتيها ولا السيليسايد اللي تحتيها، وتدي لك جود كونتاكت ريلابيليتي، كونتاكت ما يتأثرش مع الوقت بأي افكتس بتاعت مثلا هيتينج او ديفيوجن بين تنجستن والمادة اللي تحتيها او غيره. بنعمل ايه بالميتاليزيشن؟ فاذا بنعمل البلاكس دي، في البلاكس دي المقصود بيها اللي هي اول كونتاكت. بعد كده ممكن يبقى في بلاكس ثانية لو حسب التكنولوجي، ممكن تبقى كونتاكتس كونتاكت كاتس. بنعمل بيها الوايرنج طبعا اللي هو الانتر كونكتس، وبنعمل بيها الميتال بتاع الام اي ام كاباسيتورز. كل دي احنا محتاجينها في البي في دي. ساليسيليشن دي والكلام ده كله بقى لسه يعني في ساليسيليشن طبعا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت ازاي تعمل سيليسايد فوق البولي وسيليسايد فوق الدرين والسورس، وزي ما قلت لك بدون ماسك لكل واحد، فهو سيلف الايند ساليسيليشن للبولي جيت والدرين جنكشن. واللي بيخليها سيلف الايند هو الاخ اللي هو ده اللي هو الفيرتيكال اوكسايد او السبيسر او سايد وول اوكسايد. يعني ما بقدرش اعمل سيليسيليشن فوق الاوكسايد، اعمله فقط فوق السيليكون. فتحس في الفرونت اند هنا يعني معظم الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها هنحتاجها. اوكي، ده اللي هنشوفه بقى ازاي نعمل حاجه زي كده. فهنستارت دلوقتي بالانيشال ويفر بتاعتنا. الانيشال ويفر طبعا بيبقى سمكها يعني قد يصل الى 1 مليمتر وجايز توصل لنص مليمتر. سيكنس ملوش اي داعي الا الميكانيكال سبورت، لان احنا كل شغلنا فوق هيبقى بالمايكرون كتير قوي، يعني مش عارف بالانجستروم فوق هنا عند السطح. فكل اللي تحت ده موجود ليه؟ عشان بس الهاندلنج بتاع الويفر ما يحصلش فيه مشاكل، يعني يستحمل مثلا البروسيسنج يعني والهاندلنج بتاع الناس والمكان والى اخره. سبستريت دي ممكن تكون ان تايب او بي تايب، وممكن ليها اي ريزيستيفيتي من الافيلبل. هو هنا بنتكلم على 10 اوم سنتي، يعني هنا ليها دوبينج معين. غير بنتكلم يا على 56 ستيب. خلي بالك اللي هنقوله ده ما هوش ستاندرد بروسيس، انما ده مثال، مثال لبروسيس. انما كل فاوندري بيبقى طبعا ليه البروسيس بتاعته، في اختلافات عن اللي احنا هنقوله اكيد، وبتبقى يعني مش معروف تفاصيلها. ها زي ما تقول بيبقى سر الصنعه بتاعته. انما بس انا عايز اقول لك هنا انه هذه البروسيس اللي هي يعني سيمبل انف يعني، ولغات الفرونت اند بس، ويمكن متل واحد ولا حاجه، فيها 56 بروسيس ستيبس. عايز تحطهم بالترتيب المناسب، وكل بروسيس ليها هدف معين طبعا. ده اللي بنسميه بروسيس انتجريشن. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنعمل فيري سين لاير 500 انجستروم من السيليكون داوكسايد، بنسميها الباد اوكسايد. يعني دي هنحتاجها علشان نعمل لوكال اوكسيديشن. لما اللوكال اوكسيديشن بنحتاج اولا نحط طبقه من السيليكون داوكسايد، وبعديها طبقه من السيليكون نايترايد. 500 انجستروم دي يعني نص نانو، دي نص نانو، دي 150 نانو. طبعا مفيش حاجه انا مرسومه تو سكيل، ولكن الأبعاد دي هم بيختاروها أو بيعرفوها على أساس إنه يقلل الاسترس اللي موجود على السطح بتاع السيليكون. ليه؟ لو نشوف الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت بتاع السيليكون، ده بنسميه كوفيشنت اوف تمبريتشر اكسبانشن أو تمبريتشر كوفيشنت اوف اكسبانشن، ساعات تلاقيه تي سي اي تمبريتشر كوفيشنت of expansion، هو يعني دلتا ال على ال مع temperature. فحالة السيليكون بيحصل طبعا تمدد بالرينج ده 2.6 part per million لكل ديجري سنتيجريد. فحالة السيليكون داوكسايد اقل 0.6
بارت بير مليون لكل ديجري سنتيجريد. يعني ايه اقل؟ يعني لما تيجي تحط سيليكون داكسايد اوفر سيليكون وهتسخن طبعا عشان تعمل اوكسيديشن، فبيحصل نوع من التمدد في السيليكون داكسايد، وتمدد فين؟ في السيليكون، لكن بديفرنت بديفرنت اكسبانشن كوفيشنت، اوكي، بديفرنت امبريشر كوفيشنت. فالسيليكون داكسايد واضح ان هو مش عايز يتمدد قوي لانه التمبريشر كوفيشنت بتاعه صغير 0.6، والسيليكون بيتمدد بيحاول يتمدد اكتر، فبيحصل نوع من الكومبريشن على السطح بتاع السيليكون نفسه، بيحصل له كومبريشن لانه تحط فوق ماده بتمنع التمدد بتاعه قوي، لان هي طبعا لازقه فيه وموجوده فوقه، فبتمنع التمدد بتاعه، فبتعمل نوع من الكومبريشن، فبيبقى اندر كومبريشن. فلما بحط سيليكون نايترايد بكمبنسيت الموضوع ده، لان السيليكون نايترايد بالعكس البريشر كوفيشنت بتاعه اكبر من السيليكون مش اصغر. يعني لو حطيت سيليكون نايترايد دايركتلي على سيليكون هو هيعمل ايه؟ هيعمل اكستنشن للسطح، هيعمل اكسبانشن للسطح لان هو بيتمدد بسرعه. فلو حطيت الاثنين مع بعض، اوكي، بسيكنسيس طبعا محسوبه، فممكن احنا مينيمايز الاستريس اللي عند السطح، لان هو يبقى عندك مينيمم ايه؟ مينيمم استريسز. دي حاجه مطلوبه طبعا لان في خوف ان الاستريس ده هو، وطبعا ممكن استغلال الاستريس في بعض الحالات زي ما هنشوف بعدين، لكن احيانا لو زاد عن اللزوم ممكن يعمل لك كراكس في السطح بتاعك. فده الهدف، ان انا بحط سيليكون نيترايد اوفر سيليكون اوكسايد بسيكنسيز معينه عشان بقدر الامكان امينيمايز الاستريس على السطح بتاع السيليكون. ليه عايز سيليكون نيترايد اوفر سيليكون اوكسايد؟ لان عايز اعمل اوكسيديشن لوكالي، يعني المرحله دي كنا بنعمل اوكسيديشن على السطح بالكامل، فمش محتاج ماسك. لكن لما تحب تعمل اوكسيديشن لوكالي في نقطه معينه في مكان معين، فلازم تحط سيليكون نيترايد، لان السيليكون نيترايد هو اللي هيستخدم از ماسك اجينست اوكسيديشن. سيليكون نيترايد لا يتاكسد، فهجيب ويندو هعمل دلوقتي ماسك واروح فاتح فتحه في مكان معين واعمل اوكسيديشن بعد ما عين السيليكون نيترايد ده في حته لوكالايزد. يبقى انا احتاج دايما زي ما شفنا في اللوكوس، محتاج دايما ان انا اعمل سيليكون نيترايد اوفر سيليكون اوكسايد. هنستخدم اول ماسك. طبعا كل اللي فات ده كان على السطح بالكامل، فمش محتاجين ماسك. الماسك يستخدم فقط لما تحب تعمل لوكال بروسيسنج. فده كان في ماسك هنا سموير استخدمناه بالابعاد دي عشان تعمل الفتحه دي، الفتحه دي هي الكبيره دي، عشان في النهايه عايز اعمل ان ويل في المكان ده. طبعا الباقي هيبقى هنعمل فيه البي ويل. فده اول ماسك. احنا برضو عايزين نعد العدد ماسكات بالنسبه لعدد الاوبريشنز. يعني هنا لغايه دلوقتي احنا وصلنا 4 ستيبس في الاوبريشن، 4 ستيبس واستخدمنا ماسك واحد، وهكذا. هتبص لها دايما عدد الماسكس اقل من عدد الستيبس. ولو تقدر تعمل بروسيسنج ستيبس وتستغنى عن ماسك زي ما هنعمل دلوقتي بيبقى كويس، لان الماسك مكلف. لما نعمل بروسيس معينه اوكسيديشن ولا غيره بيبقى ارخص. فإن يعني الهدف بتاع الأخ ده إن أنا أعمل النويل، بس هعمله إزاي؟ هنعمل لوكال أوكسيديشن هنا، طبعا في إتشنج أهو، عندنا النيترايد كله الأصفر ده اتعاد بلازما إتشنج، وبعدين عملت دوبينج عشان أعمل النويل، أوكي. أيون بلانتيشن، طبعا الرقم اللي مكتوب هنا دي الدوز. انت بتعرف الدوز منين؟ هو طبعا كان المفروض يكتب اليونس بعيد اللي هي مثلا سنتيمتر ماينس 2، اوكي، انما دي الدوز لانه الرينج ده 10 12 10 13 هو ده الرينج بتاع الدوز اللي هي التوتال نمبر اوف ايونز اللي عملت لها امبلانتيشن، اللي هي الاريا اللي تحت الجاوسيان دوبينج كير او بروفايل. انما لو كان الدوبينج بيوصل 10 14 10 15 16 وهكذا. فدي اول حاجه هنا ده الدوز، ودي طبعا الكيلو الكترون فولت اللي انت عملت بيه الاون بلانتيشن عشان تجيب ديبس معين،
وده نوع الايون. الايون هنا نستخدم فوسفورس، فوسفورس الاتوميك ماس بتاعته 31، وبتعمل ايون بلانتيشن كده على السطح من خلال الاوكسايد. احنا قلنا بنعمل الحكايه دي ليه؟ علشان نمنع التشانلنج. فدايما لما تيجي تعمل ايون بلانتيشن لازم تعمله ثرو ثين اوكسايد لاير. اوكي، عملنا الاكسيديشن، عملناه ازاي؟ طبعا شدنا الفوتوريزيست خلاص مش عايزينه. بقى عندك نايترايت اهو، وحته ما فيهاش نايترايت، الحته ما فيهاش نايترايت دي اقدر اعمل لها اكسيديشن عادي في انيشال اوكسايد سيكنس اهو، واروح مكمل. وغالبا هنعملها، ده مش جيت ولا حاجه، هنعملها باي ويت اوكسيديشن. اوكي، انما الحته اللي هي الصفرة دي تكون موجودة وعاملة ماسكينج اجينست الاكسيديشن عشان مش هيحصل فيها اوكسايد. وده اللي انا عملناه هنا. اوكي، عملنا اوكسايد 5000 انجستروم، يعني 5 نانو. كام نانو دي؟ نص نانو، فال 10-4. فوق الانويل. ليه بعمل كده؟ لان ده هستخدمه از ماسك لما اجي اعمل الويل التاني اللي هنا. لما اجي اعمل الويل اللي على الشمال، احط هنا اوكسايد كبير نسبيا عشان يمنعني اي ايون امبلانتيشن يجو ثرو ات ويوصل للانويل اللي انا عملته في المرحله السابقه. خلاص، وبقى استخدمت ماسك واحد اللي هو اللي فات اللي سميناه الانويل ماسك عشان اعمل التو ويلز. مش هعمل ماسك ده وماسك ده، هو ماسك واحد اوكسيديشن. الاكسيديشن ده مش مكلف، يروح اميل الجزء اللي على اليمين ده هو، بحيث بعد كده انا لو شلت النيترايت اهو، شلت النيترايت كله، عملت ايون امبلانتيشن من النوع اللي هو البورون، هقدر اعمل البي تايب ويل. فبرضه هنا جيفين الدوز والكيلو الكترون فولت والتايب بتاع الامبيورتي اللي هو بي تايب اللي هو الويل. يعني هما تقريبا الاثنين على دبس واحد يعني نسبيا، عشان البورون زي ما قلنا بيبقى اخف 11 دي، معناها على طول الثاني كان 31 والبورون 11 اتوميك ماس، فهو اخف في الوزن فبيبنتريت اكتر شويه. عشان كده حطينا هناك كان 150 كيلو الكترون فولت، هنا حطينا 50 كيلو الكترون فولت فقط، تقريبا يعني بيجيب نفس الايه الدبس. وده مش الفاينل ويل اللي احنا عايزينه، انما ليه؟ لان انا بعد انا بلانتيشن لازم اعمل النيلينج، مش كده؟ عشان الاكتيفيشن بتاع الامبيورتيز، وعشان النيلينج او الانهيليشن بتاع الديفكتس بتاع الامباكت الى اخره. هنعمل النيلينج، فدول هينزلوا تاني، هيبقوا اعمق شويه من كده. المهم انا دلوقتي ماسك واحد لغايه دلوقتي قدرت اعمل ايه؟ تولز. اوكي، أو ده اللي احنا سميناه درايفين. درايفين اللي هو الانيلينج، يعني مجرد ان انا سخن، فالويل ينزل بالعمق كده شويه وينزل هنا بالعمق، وانا عايز ويل عميق عشان اقدر ابني جواه التو ترانزستورز. اوكي، طبعا الويل ده برضو نوع من العزل يعني بالنسبه للسبستريت، لان دي كلها بتبقى ريفيرس بايست جنكشنز. على الاقل الان اوفر بي هيبقى ريفرس باي جنكشن، فما ياثرش على مثلا لو بي اوفر بي. بي اوفر بي ما هياش جنكشن، انما ان اوفر بي دي جنكشن، هتبقى ريفرس باي. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان انا شلت كل الاكسيد من السطح كله، انا عامل ويفر بالكامل، سواء كان اكسيد كبير اكسيد صغير رح شايل كله او زي ما انت شايف. فده الاكسيد اتشنج، وبان هنا كده ان في ايه، في ستيب موجوده مش كده، لان ويل دي نازله تحت شويه. دي مفيده علشان حتى في الميكروسكوب وانا ببص كده ببقى عارف، بص تلاقي في سميناها حاجه زي الدش كده، بيبقى في مكان كده هابط شويه كده، المهم تقدر تشوفه كويس تحت الميكروسكوب. المهم دلوقتي بقى عندك ال N well وال P well يعني جاهزين عشان نبدأ نعمل الترانزستورز in between inside. طيب
حطينا تاني باد أوكسايد 500 أمبشروم. باد أوكسايد، باد أوكسايد يعني فيري ثين أوكسايد على السطح بتاعك بالكامل، ونفس السبب بدل ما عملت باد أوكسايد يبقى أنا ناوي أعمل نيترايد وناوي أعمل لوكال أوكسيديشن إلى آخره. أهو النيترايد أهو، أوكي، حطيناه فوق الأوكسايد، كل ده باي سي في دي. طبعا انا كان ممكن اعمل باد اوكسايد ده بالثيرمال اوكسيديشن لان السيليكون موجود، ديبينز بقى لو ثيرمال، واحنا مش محتاجين لسه الهاي كواليتي لانه لسه الترانزستور ما اتعملش، لسه الجيت بتاع الترانزستور ما اتعملش، غالبا بيكون لو بي في دي بتاع ده سي في دي، وسي في دي وراه على طول للايه للسيليكون نايترايد بالثيكنسز المناسبه. واستخدمنا هنا الماسك نمبر 2 اللي هو ناوي يعمل بيه الفيلد اوكسايد، فالفيلد اوكسايد ده هيجي المفروض ان هو يجي هنا كده عشان يأذل لي الترانزستور اللي هنا والترانزستور اللي هنا، وفي حاجات هنا هون معموله برضو في هنا لوكال اوكسيديشن هيحصل عشان تعزل الجزء اللي جنبه ونحط فيه ما يسمى البلك تاي او البلك كونكشن. فده الماسك نمبر 2، احنا دلوقتي في خطوة 14 كبروسيس والماسك فقط هو نمبر 2. طيب عملنا ايه بالبتاع ده؟ اهو شلنا السيليكون نيترايد اهو عشان ناوي اعمل اوكسيديشن، فشلت السيليكون نيترايد. طبعا لو كان كده يبقى ممكن اشيل الفوتوريزيست كمان وابدا بقى ايه اكمل. طب ايه بقى اللي احنا عملنا هنا؟ عملنا حاجه يعني هي انسيرتد كده شويه هنا انما كان ممكن نفوتها، انما هي دي اسمها الشانل ستوبر. ايه اللي الشانل ستوبر ده؟ وراح حاطط فوتوريزيست تاني على كل الويل اللي هو الان ويل على اليمين ده وساب اللي على الشمال. بس الماسك ده هو تقريبا لو تبص كده او تفتكر هو الماسك نمبر 1 اللي هو كنا مستخدمينه في الويل ماسك، هو ما جابش ماسك جديد بس هو عمل بيه الاوبريشن دي عشان ايه؟ علشان يقدر يعمل ما يسمى شانل ستوبر. يعني شانل ستوبر يعني دوبينج عالي، يبقى من الصعب انك تعمل له انفرجن. اهو عمل دوبينج في البي ويل، عمله من انهي نوع؟ من البي برضو بس بي بلس، فهنا هو هيبقى صعب لو في اي كوندكتنج لاير فوق هنا الحته دي، لو جت اي كوندكتنج لاير عليها فولت عالي هيبقى صعب ان انا انفيرت الحته دي واعمل الشانل اللي هي هتبقى ان تايب وتوصلني بالان ويل، ودي حاجه غير مرغوب فيها. عشان كده بنعمل ايه ما يسمى شانل ستوبر، بس هو هنا عمله للبي ويل. اوكي لو كان الويل نفسه يعني كويت هايلي دوبت كان ممكن استغنى عن الخطوه دي، بس هو يعني حطها كده كمثال للشانل ستوبر بتعمل ازاي. فهو بورون ديبس بتاعه كبير شويه، التاني كان 50 كيلو الكترون فولت، المره دي 100 كيلو الكترون فولت عشان انزل الان ديبس شويه، وبدوز معينه مفروض عشان تجيب هاي دوبنج. طيب ايه بقى اللي عملناه بعد كده؟ اللي عملناه ان احنا شلنا طبعا فوتوريزيست خلاص، وعملنا لوكال اوكسيديشن او لوكال اوكسيديشن. حصل فين الاوكسيديشن؟ حصل في النقطه دي اللي هي ما عليهاش نيترايت، وحصل هنا وحصل هنا. اوكي وهيتكرر بقى بالنسبه للشمال واليمين على الديفرنت بي ويلز والان ويلز. يعني خلي بالك ان السطح بتاعك ما فيهوش غير ان ويل وبي ويل، فدي ان هتلاقي جنبها هنا بي، دي بي هتلاقي جنبها هنا ان. هيتكرر بقى الشكل ده، هيتكرر شمال ويمين على التشيب بتاعتك بالكامل. طيب وفي حته الفتحات اللي احنا عملناها اللي ما فيهاش سيليكون نيترايد عملنا اوكسيديشن اللي هو الفيلد اوكسايد. اوكي بس تحت الاوكسايد هنا ناحيه البي ويل، تحت الاوكسايد هنا بقى في شانل ستوبر هايلي دوبت، وهنا طبعا دي اتعملت يعني اوتوماتيكالي محتاجينها او لا مش مهم، لكن
هي دي اللي تهمني، لأن هي دي اللي ممكن يحصل لو في أي conducting material هنا عليها ضغط عالي. أوكي positive مثلا كمثال، ممكن يجيب لك إن هو inversion ويجيب لك electrons توصل لك ال P well ده، أو طبعا هيبقى فيه هنا drain يوصل بال N well اللي هنا ويعمل مشاكل. أوكي الفيلد اوكسايد زي ما انت شايف في الكسره اللي احنا شايفينها دي، لانه كان اصلا هنا دي هابطه شويه عن الجزء اليمين، ده كان هابط عن الجزء الشمال، فهيبقى في كسره بهذا الشكل. والبيرد بيك ده اللي احنا الورق بتاع ده البيرد بيك اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو نتيجه اللاترال اوكسيديشن بيحصل ان الشكل بيبقى عامل زي ما يكون في مثلث كده. تمام. طيب ليه ما عملش فيلد اوكسايد بتاع ده شانل ستوبر هنا؟ ما عملش، هو عمل بس ناحيه البي ويل، لانه قد يكون افترض ان الانويل دوبينج هنا كافي عالي كفايه، عشان مش محتاج او من الصعب انك لو في اي حاجه موجوده هنا من عليها فولت نيجاتيف كبير هيبقى من الصعب انك تعمل انفيرجن للسطح. فاذا موضوع الشانل ستوبر ده اوبشنال، تحتاجه او ما تحتاجوش على حسب الايه الدوبينج بتاع الويلز اللي موجود عندك. فانا افترض ان الدوبينج بتاع البي ويل اوطى شويه، وبالتالي حط له شانل ستوبر، انما في الان ويل ما عملش حاجه. طيب هنا هو انا عملنا ايه؟ عملنا النيترايت كله خلاص مش عايزينه، كنا عملناه كماسك اجينست الفيد اوكسيديشن ورحنا شايلينه كده، شيلنا كل حاجه. بقى عندك السطح بتاع السيليكون، وعندك ال N well وال P well، وعندك الشانل ستوبر، وعندك الفيلد اوكسايد. طبعا انا ناوي اعمل ترانزستور هنا، وهعمل ترانزستور هنا. اوكي دول هنستخدمهم as contact للبلك. هنشوف دلوقتي ان انا عايز اوصل البلك بتاع الترانزستور اللي هو ال P well، يعني عاوز اوصله بوتنشال ثابت، عشان كده عملنا الفتحه دي والناحيه دي برضه. واحد منهم بحطه على الجراوند اللي هو الان ويل، واحد منه بحطه على السبلاي اللي هو سوري السبلاي هو البي ويل، والجراوند هو الان ويل، عشان يبقى ريفرس بايسنج او بالعكس، المهم ده يكون ريفرس بايسنج. انا في ديود اهو، اوكي الديود ده عشان يبقى ريفرس بايس لازم احط الماينس هنا واحط البلس هنا، سوري احط الماينس هنا واحط السبلاي هنا، كده بقى ريفرس بايس. عشان كده ال N well ده هو اللي هو هيبقى ال P channel transistor. اوكي تحطه على ال VDD اللي هي ال plus، وال P channel transistor بحطه على ال ground اللي هو ال minus. طيب خطوة 20، خطوة 20 عملنا ايه؟ حطينا تاني اوكسايد سيليكون داوكسايد. كان في حد سأل زمان هو سيليكون دوكسايد بنعمل ايه؟ زي ما انت شايف احنا استخدمناه كذا مره دلوقتي باهداف مختلفه، وعملنا بيه طبعا فيلد اوكسايد. طيب هنا عملنا حاجه اسمها ساكريفيشال اوكسايد لاير. يعني ايه؟ يعني اوكسايد حطه غالبا طبعا بحطه عشان هعمل من خلاله اينو امبلانتيشن عشان ما يحصلش تشانلينج، بس مش هو ده الاوكسايد اللي انا هعمل بيه الجيت، انا مش عايزه، انا عايزه بس از solution للشانل بروبلم، شانلينج بروبلم، دوبن شانلينج بروبلم. فحطينا اوكسايد برضو عشان ما بوصل هنا السطح قوي، لان كده دلوقتي بدات اخش في السطح بتاع الترانزستور، يعني دي هتبقى الاكتيف اريا بتاعتي، ده سطح الترانزستور وده هيبقى هنا فيه ترانزستور. عمل هنا 1000 انجستروم، عمل منهم 900 ويت وعمل 100 دراي. حد يقدر يقول لي هو طبعا في 1900 ايه؟ عملها ويت عشان يبقى سريع، بس عشان ما يبوظش الكواليتي بتاعت السيليكون والانترفيس فعمل جزء دراي. حد يقدر يقول لي الدراي ده هيظهر فوق هنا ولا هيظهر تحت هنا؟
ويت وبعدها دراي. الدراي ده هيظهر تحت الويت ولا فوقه؟ تحتي. تحتيها. ليه؟ لان احنا بنتكلم ان انا بحط الاكسيدنت هنا، الاكسجين ولا اوتيفر، وبعدين بيحصل ديفيوجن خلال السيليكون دايوكسيد اللي هو موجود في المرحله بتاعت الويت دي لغايه ما اوصل لسطح السيليكون، ولما يوصل للسيليكون يعمل ايه؟ النيو لاير من السيليكون دايوكسيد. فلو كان ده هو دراي هيعمل لك 100 انجستروم يعني نظيفه نسبيا، ويحافظ على الانترفيس اللي بين السكريفيشال اوكسايد ده وبين السيليكون بكواليتي معقوله. كده بنقرب من عمل الترانزستور، فبنحاول ان احنا نقلل المشاكل بتاعه السيليكون نفسه. اوكي، طبعا كل لاير بتظهر هنا بقى، نصها بيخش جوه السيليكون ونصها اوفر. ها، زي ما اتفقنا قبل كده انه عايز تعمل واحد مايكرون بقى عندك نص فوق السيليكون ونص تحت السيليكون. طيب سبيشال ادجست عمل دوبينج، طبعا الدوبينج ده هيبقى محمي بالفيلد اوكسايد هنا ومحمي بالفيلد اوكسايد هنا، وهيحصل فين؟ هيحصل في الحته دي، وهيحصل هنا، وهيحصل هنا، وهيحصل هنا، ومش هيحصل شانلنج لان في عندك اوكسايد موجود. الدوبينج ده بيتحسب طبعا، مش ده مش عايز ماسك، هتعمل على السطح بالكامل. الماسك اوريدي معمول عن طريق الاوكسايد، فالدوبينج ده بيتعمل علشان يحاول يعمل فاين تيونينج للثريشولد فولتج. هو عارف هيعمل كام، عارف منين؟ سيميوليشن، تجارب عملها قبل كده الى اخره، عارف هيعمل دوبينج. عمل طبعا هنا بورون اوكي بسيرتن دوز واطيه نسبيا وبسيرتن بينتريشن ديبس على السطح بالكامل اللي عنده هنا. اوكي، هنشوف ان هو الهدف من العمليه دي ان هو يظبط الثريشولد فولت بقدر الامكان بتاع التو ترانزستورز الدرين والسورس. هقول لك ازاي دلوقتي. بس هي بقى للاسف يعني هو ما عملهاش بخطوه واحده، هي اتعملت بخطوتين. خطوه اهي عمل بورون، وخطوه ثانيه هيحمل اللي هو عمله قبل كده عن طريق الفوتوريزيست اللي على الشمال ده، وادجست ثاني الثريشولد فولت بتاع الترانزستور اللي هو هيبقى هنا البي موس. فده سميناه ايه؟ سميناه بي موس في سبيشال ادجست. الماسك ده برضو ماسك مكرر استخدمناه قبل كده عشان نعمل الويل، هو نفس الماسك نمبر 1. اوكي، فمهم قوي ان انا يعني استخدم الماسكات كذا مره عشان ما اقعدش كل مره اجيب ماسك جديد واعمل له فابريكيشن وادفع فلوس غاليه. طيب هو إذن الهدف انه الخطوه اللي هو عملها قبل كده هي كافيه يمكن علشان يعمل ادجستمنت للترانزستور الان موس اللي هيبقى جوه البي ويل، انما غير كافيه عشان يعمل ادجستمنت للجزء الثاني. هقول لك ليه. ايه اللي عمله؟ عمل تاني بورون تاني بسيرتن دوز وسيرتن يعني الدوبينج هنا، الدوبينج بتاع البورون هنا اعلى شويه من الدوت بتاع البورون. هنا اتعمل في ستيب واحده على الشمال، على اليمين ده اتعمل في تو ستيبس، والهدف من الاثنين انه يحاول ادجست التو ثريشولد بتاع الان موس والبي موس بحيث يبقوا قد بعض. ماشي، هنا عمل ايه؟ أنا مجرد شال الايه الفوتوريزيست يعني، وشال كمان السكريفيشال لاير بتاعت الاوكسايد اللي كانت موجوده هنا. طبعا ده اوكسايد خلاص ما ينفعش يتعمل بيه جيت لانه اتخبط في ايونز كتيره وحصل له نوع من الدمج فبيشيله. حط بقى الاوكسايد بتاعه اللي هو بتاع الجيت فيريزين اوكسايد 15 نانو هنا اوكي 10-3 بين الانجشروم والنانو 10 ماينس 3 مش ماينس 4 150 انجشروم. ها، ودراي اوكسايد. اذا الاكسديشن اللي هو عمله ده هو الجيت اوكسايد على السطح بالكامل، طبعا مش محتاج لماسك ولا حاجه.
بقى هستوب شوية كده علشان أقول لك هو ليه عمل الدوبينج هنا، عملوا بيه بورون يعني قصدي مرتين، والدوبينج هنا عملوا بورون يعني مرة واحدة. هو هنا ناوي يعمل ايه؟ النويل دي ناوي يعمل جواها البيموس، البيموسفت، والبي ويل دي ناوي يعمل جواها بين مصوص وجيت بتاع الان مصوص. طيب تعال كده شوف الاي في كاركترستكس ترانسفير مثلا بتاع الان بتاع البي، بس هنحسب الان هنا على اليمين، معناه ان الان هو اللي على الشمال، واللي على الشمال ده هيبقى حاسب الايه البي. البي موس بيبقى حاجه كده، ده درين كارنت طبعا، وده درين كارنت، وده الفي جيت، الفي جيت بوزيتيف في حالة الان وايه ونيجاتيف في حالة البي. وفي النهاية هو عايز الشكل ده، يعني عايز اتنين ثريشولد فولتج بقدر الامكان ايكوال. طيب الاوكسايد ده اللي هو جيت اوكسايد اللي هو حاطه هيكون فيه بوزيتيف تشارج، بوزيتيف اوكسايد تشارج. ليه؟ لان دي احد انواع او احد عيوب الاكسديشن، ان هو بيكون فيه اكسسيف بوزيتيف تشارج، سواء نتيجه عدم الاكسديشن الكامل عند السطح او نتيجه مثلا وجود صوديوم او لغه الفر، وان الصوديوم طبعا دلوقتي يعني بيخلصوا منه تماما، انما هو عدم وجود الاكسديشن الكامل، لان الاكسديشن طبعا هو اس اي او مش كده، ده او 2، او 2 دي بتاخد اثنين الكترون هنا يبقى عندك اربعه هم، والالكترونز دي بياخدها من السيليكون، فالسيليكون بيبقى بوزيتيف تشارج بلس اوف تايمز. تمام، فلو ما فيش اكسجين يعني سي في ديفكت مثلا اوف اكسجين، او الاكسجين ما تفاعلش كويس مع الايه مع السيليكون، فممكن تلاقي بوزيتيف تشارج نتيجه ال نون كومبليت اوكسيديشن جوه السيليكون دايوكسيد. طيب البوزيتيف تشارج دي هتعمل ايه؟ هتعمل اندكشن لنيجاتيف تشارج عند الشانل هنا، الشانل ريجن. اوكي طيب، يبقى في الان موس اللي هو اللي على الشمال ده هتقلل الستريشن فولت، لان انا اوريدي عندي نيجاتيف تشارج جايه نتيجه البوزيتيف تشارج اللي هو الاوكسايد، الاخر بص ليه راح في الاتجاه ده كده، حصل شيفت في هذا الاتجاه، يعني في ثريشولد هتقل. الثاني ده اللي هو البي موس لو في بوزيتيف تشارج هنا اوكي هتعمل لك قلنا نيجاتيف تشارج هنا، النيجاتيف تشارج دي هتكمبنسيت شويه الهولز اللي انا عايز احطها هنا، ده بي موس انا عايز اجيب هولز على السطح مش كده، فهتزود لي ثريشولد فولت. بص ده ثريشولد فولت هنا شيفتد في هذا الاتجاه، الاثنين في اتجاه واحد حقيقي، بوزيتيف شيفت بوزيتيف تشارج في الاوكسايد بتشيفت الان موس والبي موس في اتجاه واحد، ودي حاجه غير مرغوب فيها، لان كده في تي هنا هيقل بتاع الان موس، في تي ان دي هتبقى قليله وفي تي بي هتبقى كبيره. اوكي عشان يكمبنسيت الحكايه دي عايز ارجعهم تاني ايكوال، فبيحط الدوبينج في الـ NMOS على الشمال ده هو أصلا طبعا كان P well، يعني هو كان P type dopant وزوده شوية عن طريق البورن اللي هو عمل له ion implantation في الـ adjust region دي. اوكي فانت لما زودت الماجوريتي اللي هي الـ P، P دي اللي هي الماجوريتي، يبقى انت قللت الماينوريتي، لما تقلل الماينوريتي هتحتاج فولت اعلى هنا علشان تقدر تجيب او تكون الشانل بتاعتك. تمام، يعني ايه فولت اعلى؟ يعني شيفت في الاتجاه،
يعني في الان شانل دلوقتي البي اللي هو البورون اللي حاطه ده كان بهدف انه يرجع تاني الثريشولد فولتج يزوده في حاله الان موس. طيب الثاني ده اللي هو هيبقى الان ويل وجوه البي موس مش كده، عمل فيه فيري هاي دوبينج من البورون. اوكي عمل فيري هاي دوبينج من البورون، ايه اللي هيحصل للثريشولد فولتج؟ المفروض انه يقل الثريشولد فولت، المفروض يقل ونرجع للاتجاه ده بحيث الاثنين يبقوا في هذا الاتجاه. هو قال لي ليه؟ لانه انت كده يعني زودت برضه، طبعا ده بي شانل ترانزستور، يعني انا عايز اجيب هنا اصلا هولز. اوكي فانت زودت الدوبينج، قللت الدوبينج بتاع الان، ده كان ان اصلا مش كده؟ فايه اللي حصل لما حطيت له بي هنا؟ قللت الدوبينج، قللت الان. طبعا مش هقلبها، مش ممكن اقلبها من ان بي، هيبقى العمليه باظت. انا بس هعمل لها نوع من الكومبنسيشن للان عن طريق الايه الاخ ده بي. معنى كده ان الافكتيف ماجوريتي كاريرز قلت، بعد كده المينوريتي اللي عايز يجيبها على السطح عشان يعمل انفيرجن زادت، ها ان بي تساوي ان اي سكوير، فما واحده بتقل والثانيه بتزيد. فهو انا اقلل الدوبينج عن طريق الاوفر، عن طريق الكاونتر كومبنسيشن بالبورون بالنسبه للان. يعني هنا البورون زود على الشمال، البورون هنا زود، انما البورون هنا هيقلل لان هو معمول على ان ويل. فلما يقلل الماجوريتي يعني يزود مين؟ الماينوريتي، فيقلل الفولت اللي انت محتاج تحطه هنا علشان تقدر تعمل انفيرجن، يعني تشيفت تاني في الاتجاه اللي هو نحو الصفر. فالاثنين يحصل لهم شيفت عشان يكمبنسيت الافكت بتاع البوزيتيف تشارج اللي جوه الاوكسايد. فنرجع في النهايه نلاقي الكيرف ده هو اللي موجود عندنا، ونلاقي الكيرف ده هو اللي موجود عندنا، وطبعا الاثنين ايكوال. ليه بقى؟ دي عايز يعني ظبط اكتر من حاجه، مش بس اللي احنا بنقوله ده، يعني في لسه الورك فانكشن وفي الباك جراوند دوبينج والحاجات دي كلها. هو هنا بيلعب في الباك جراوند دوبينج اوكي، لكن طبعا لسه في الورك فانكشن بتاعت البولي ماتيريال، البولي جيت اللي هيحطه هتاثر برضو على اللي الجيت بوتنشال. بس الحاجات دي هو بيتعمل لها سيموليشن بحيث يقدر يعرف قبل ما يعمل فابريكيشن ايه الفاليوز اللي هو تقريبا بيحتاجها، واكسبيرمنت كذا مره لغايه ما ظبط كل حاجه. طيب يبقى كده احنا فهمنا هو هنا يعني ليه عمل بورون مره على التوتال، وعمل بورون تاني للان ويل فقط عشان يأجست تو سيشل فولتج. طيب بعد كده جاب البولي وعمل له ديبوزيشن على السطح بالكامل، ده اللي هيعمل بيج جيت. طبعا خلي بالك اللي فات ده كان جيت اوكسايد اللي هو ال 150 انجش دول، ده جيت اوكسايد وما حصلش لسه فيه لا ايون امبلانتيشن ولا حاجه، فهو فيري كلين جيت اوكسايد هاي كواليتي. فرصب على السطح بالكامل، وبعدين هيحط الماسك بتاع البولي. الماسك بتاع البولي اللي هو هيقول له بقى الشيبنج يبقى شكله ايه، والعرض بتاع البولي لاين هيبقى فين وقد ايه. بس قبل ما يعمل كده عمل دوبينج للبولي ده. البولي ده يحصل له دوبينج كذا مره، يحصل له دوبينج دلوقتي، ويحصل له دوبينج وانت بتعمل الدرين والسورس، لان وانت بتعمل ايون امبلانتيشن الدرين والسورس البولي نفسه بيبقى برضه ايون امبلانتد. انما الامبلانتيشن بتاع الايون والسورس معمول عشان تعمل درين وسورس. الايون امبلانتيشن بتاع درين والسورس الهدف منه انك تعمل درين وسورس بدوبينج معين. قد لا يكون الدوبينج ده برضه هو المناسب عشان البولي. فعمل البولي على مرحلتين، مرحلة اللي هي عمليها دوبينج دلوقتي بطريقة معينة، ومرحلة أثناء الامبلانتيشن بتاع درين والسورس. كان ممكن يكتفي بواحدة، كان ممكن حسب التكنولوجيا.
عمل دوبينج هنا ازاي؟ ما عملوش بايونا بلانتيشن، عملوا بطريقه سهله لو دوبينج كده على السطح بتاع البولي، ورصب بالسبين اون، رصب طبقه من السيليكون دايوكسيد فيها فوسفورس، يعني ده فوسفورس لوبت، فوسفورس لوبت سيليكون دايوكسيد. إمالشن، إمالشن يعني حاجة كده زي فوتوريزيست، حاجة كده معلق فيها الإمبيورتيز دي، ويعمل لها بالسبينر زي الفوتوريزيست بالضبط، ويروح حاططها على السطح ويسخن 1000 درجة في جو خامل من نيتروجين. أوكي، هيحصل ديفيوجن للفوسفورس من هنا لهنا، بيسموها سوليد ستيت ديفيوجن، ديفيوجن من سوليد لسوليد، يعني مش كازياز ديفيوجن مثلا او مش ايون امبلانتيشن. هيعمل دوبنج لايه؟ انيشال للبولي، ولسه هيعمله تاني اثناء الامبلانتيشن بتاع الدرين وبتاع السورس. طيب عمل الدوبنج، راح شايله الاخضر ده هو الدوبنج ماتيريال اللي هي السبين اون، يسموها سبين اون جلاس، شاله تمام، بقى عنده البولي دلوقتي دوبت شوية وبقى عايز يشكله، فهيحط الماسك بتاع البولي، فده هيبقى الماسك نمبر 5 والخطوة نمرة 29. فده الفوتوريزيست اهو، فهيقدر يعمل اتشنج للبولي من جنبه شمال ويمين، ويتبقى البولي اللي تحت الفوتوريزيست، فهو ده البولي جيت بتاعه. اوكي، وبرضه ما فيش حاجه تو سكيل، يعني ده 150 انجستروم، ده هيبقى اعلى من كده بكتير. عمل الموضوع طبعا ازاي؟ بالراينج، مش كده؟ ان هو عايز يحتفظ بالديمنشن الصغير ده، اللي هو ده هيبقى في الاخر هيبقى هو الشانل لينس بتاعي. فعمله بالراينج رياكتيف ايون اتشنج. اوكي، فيري كريتيكال هنا، ليه؟ لان البولي هنا كبير قوي اللي شاله ده، وتحته فيري ثين لاير من اللي هي من السيليكون دايوكسيد، فالراينج برضه في نوع من طبعا في كيميكال اكتيفيتي يعني، لكن لو حصل ان هو بقى اكسسيف ولا حاجه او ما اتعملش كويس، فممكن هتشيل هتشيل البولي وتشيل كمان الاوكسيد اللي تحته، ان هو فيري ثين، فالراينج هنا فيري زي ما تقول ايه كريتيكال ستيب، يعني ازاي يقدر يعمل اتشنج للبولي، واول ما يشوف الفيريسين لاير من السيليكون دايوكسيد دي يستوب اتشنج. طيب كده تقريبا عرفنا ال ال عام بقى الفوتوريزيست، بقى تقريبا كده بدات النص يتضح ان بقى في واحد هنا وال ال بتاعته هي دي، وال ال هي المسافه دي، وناوي يعمل بقى الدرين والسورس بتوعه شمال ويمين. اوكي، فعشان يعمل درين وسورس يعني هيعمل ان وهيعمل بي، عنده حاجة اسمها N Select Mask، ده هيبقى نمرة 6 عشان يختار الترانزستور اللي عايز يعمله N MOSFET N Channel، طبعا جوه الـ P-Well، فجوه الـ P-Well هيبقى فيه هنا ترانزستور N على P Drain Source، جوه الـ N-Well في ايه؟ في N على N، فالـ N على N دي بيستخدمها علشان يعمل Ohmic Contact، مش هيعمل ترانزستور، يعني ما بيعملش جنكشن هنا، بيعمل اوميك كونتاكت، عشان كده كان في الفتحه دي من زمان علشان يقدر يحط الاوميك كونتاكت بتاعه هنا، وبالتالي يبقى عنده وسيله انه يفكس البوتنشال بتاع البلك او بتاع الويل. نفس الحكايه هيعملها برضو هنا، بس لما نعمل البي سيلكت، فده احنا بنسميه الان سيلكت ماسك، اختار حته اللي هيعمل فيها اللي هي الاكتيف اريا اللي هيعمل فيها الدرين والسورس، واختار البلك كونتاكت بتاع الترانزستور التاني. طيب فده كل ده محمي اهو بالفوتوريزيست، الحتة اللي هي مش محمية دي راح اعمل لها دوبينج بفوسفورس دوز معينة وديبس معين، فده اللي احنا شايفينه هنا، حصل دوبينج هنا وحصل دوبينج هنا، فدي عبارة عن درين وسورس،
وحصل دوبك طبعا تاني جوه البولي ماتيريال نفسها. بس الدوبك هنا نسبيا واطي، الدوبك هنا المفروض يكون نسبيا واطي. يعني ايه واطي؟ يعني بنسميه لايتلي دوبت درين. بس مش مهم بقى الواطي دلوقتي، يعني هنتكلم فيها بعدين. المهم ان هو شالو، يعني ما ينزلش كتير، لانه لو كان نزل كتير كده تحت كان هيخش بالعرض كتير، ها، وكان يعمل لي حاجه اسمها اوفرلاب كاباسيتنس بين الجيت والدرين عالي، ويقلل الهاي فريكوانسي بيرفورمانس بتاع الترانزستور. عشان كده هو عمله شالو، فيري شالو، هينزل شويه صغيره ويخش شويه صغيره، فالاوفرلاب يبقى مينيمايزد. اوكي، بس في نفس الوقت يعني بيعملوا لايتلي دوبت، احنا بقى نقول لك عليها بعدين. دلوقتي ان هو لازم لو لايت دوبت يقدر يمنع ما يسمى الهوت كارير انجكشن اللي هو الاتش سي اي ده، بس دي هنشوفها بعدين عشان ما تلخبطش. وهو دلوقتي عمل ايه؟ عمل الشارو جانكشن، يعني ممكن احنا نسمي ال LDDD دلوقتي اللي هي الشالو. وقلنا الشالو ليه؟ عشان ما يعملش اوفرلاب كاباسيتنس عالي، عشان السي اوفرلاب بين الدرين والسورس تبقى صغيرة. لكن ما كانش يقدر يعتمد عليها على طول، لان لو اعتمد عليها على طول وهي رفيعة كده وحط كونتاكت هنا للدرين وكونتاكت للسورس، هيبقى في عندك مقاومة عالية ان سيريز مع التشانل. عشان كده بيحط ديب درين وديب سورس تاني عشان يجيب مقاومه واطيه للايه، للدرين والسورس، اللي بنسميها الاكسس ريزيستنس، اللي هي الريزيستنس اللي هتوصل بيها للتشانل. طيب بقى عنده واحد دوبت خلاص شال الفوتو ريزيست، هيعيد تاني مع البي سيلكت، يعني الترانزستور عايز يعمله بي، هيعيد تاني هيعمل ايه؟ هيعمل درين وسورس شالو نفس الامكان. طبعا ده الماسك ده ممكن يبقى هو نفس الماسك اللي فات، بس بدل ما استخدم نيجاتيف او بوست فوتو ريزيست عكس نوع الفوتو ريزيست، يعني الكومبلمنتري على طول بتاع الماسك اللي فات. ممكن لو عايز يوفر ماسك ان هو ما يعملش واحد تاني مخصوص. وعمل انا بلانتيشن اهو، طبعا بورون عشان يبقى بي، لان هنا هيعمل البي شانل ترانزستور بس شالو في نفس الوقت. في عنده البي اللي على الشمال ده عشان يعمل اومي كونتاكت مع البي ويل، انما الاثنين بي دول عكس عشان يعمل جانكشن ويعمل درين وسورس بس شالو. نفس الهدف ان هو ما يعملش اوفرلاب تحت الجيت كبير. اوكي طيب نستوب هنا، ناخد بريك كده ربع ساعة لعشر دقايق، يعني لغاية 2:50 ونكمل. اوكي.